باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. إزيكم يا أصحابي؟ عاملين إيه النهاردة؟ النهاردة هنحفظ مزمور 133 بالعربي، اسمه هابارك الرب. ماشي، أنا كتبت لكم المزمور أهو بالعربي فوق، وحاولوا تحفظوا معايا. تعالوا نبتدي. هابارك الرب يا عبيد الرب. تاني، هابارك الرب يا عبيد الرب. تاني، هابارك الرب يا عبيد الرب. القائمين، تاني، القائمين في بيت الرب. القائمين في بيت الرب. الأول، هابارك الرب يا عبيد الرب. القائمين في بيت الرب، في ديار إلهنا، في ديار إلهنا. نقولها لبعض، يلا. هابارك الرب يا عبيد الرب. القائمين في بيت الرب، في ديار إلهنا. كمان مرة، هابارك الرب يا عبيد الرب. القائمين في بيت الرب، في ديار إلهنا. نكمل بقى. في الليالي ارفعوا أيديكم. في الليالي ارفعوا أيديكم. مش احنا بنصلي بالليل؟ احنا بنقول المزمور ده في صلاة النوم. في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون. مين القديسون؟ احنا القديسين، صح؟ عشان احنا ولاد بابا يسوع. في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون، وباركوا الرب، وباركوا الرب. تاني، في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون، وباركوا الرب. تاني، في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون، وباركوا الرب. مرة أخيرة، في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون، وباركوا الرب. طيب نقولها من الأول. هابارك الرب يا عبيد الرب. القائمين في بيت الرب، في ديار إلهنا. في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون، وباركوا الرب. تعالوا بقى نكمل. يبارككم الرب من صهيون. يبارككم الرب من صهيون. يبارككم الرب من صهيون. تاني، يبارككم الرب من صهيون، الذي خلق السماء والأرض. هللويا. الذي خلق السماء والأرض. هللويا. يبارككم الرب من صهيون، الذي خلق السماء والأرض. هللويا.